آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشرف الخلق سيدنا محمد. أهل التوسل والسيس لا أجر إلا لهم من الفاتحة. صلى الله عليه وسلم العذر لعلو مقامه وعن سارح الانبياء المرسلين وعن العشره الكرام الفر الذين بانوا بك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذات الشجره وعن عمي نبيك خير الناس الحمد لله عباس ورضي صلى الله والصفا وكل من تناسل منهم على سيدي محمد عبد الله المهدي وعن سائر الصحابه وانصار المهاجرين وحسن اولئك رفيقا سيدنا مولانا الامام الحسن سيدنا مولانا الامام الحسين وعرفني مع سيدنا وعلي بن عبد الرقصه سيدنا مغره كل عين وعرفني من سيده فاطمه الزهراء سيده القران سيده عائشه ام المؤمنين وعن بقيه ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبات الطاهرات وكل من امن بالنبي واتبع شريعته من الدين جميعا شهد الله لهم منا الفاتحه. سيدات النساء أربعة على غطاب المدركين الكون سيد أحمد الرفاع أتباعي سعد الغالي الجلال أتباعي سيدي أحمد البدوي أتباعي سيدي إبراهيم ورود سوى أتباعي سيدي الحسن الشاذر أتباعي سيدي عبد السلام مشيو أتباعي سيدي محمد البهجي النشيط أتباعي سيدي محمد الخلوجي أتباعي ساداتنا ومالينا سلمان الفارسي الحرص والمصري والطيمار والتخليل الإمام الأسير والجنيد من البدري سيدي محمد عثمان المرمد المكي صالح بن البركات الجيري سعيد بن الفاز إسماعيل أبو ضيف والباقين مما تفرج من اصل وصف الى الديوان جميعا خير الله لهم منا الفاتحه. الفاتحة لسائر أولياء الله الصالحين من الباب المحراب تحت ساق العرش وفوق أرصاد الحق خصوصا أهل السبع خضرات النوران يصدقن الأغطاب الأوتاد أغطاب الرموز أغطاب المشاهدة الدريس والحجاب وكل من تطور بأطوار رجولية سيدنا الخضر وأخيرا عليهم السلام ولسائر السالكين والمسلكين ملائكة الروح من الصفا الوفا كل من قال لا إله إلا الله وشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدى الدنيا إلى انتهائها خير الله لهم منا الفاتحة. الفاتحة لكل من في السماء وكل نبي ولي في الارض بسط طريق مجمع الاحباب كل من حضر وكل من غاب خصوصا سيدي عبد السلام الشيخ سيدي عبد العزيز وكنا بالمجلس السيدة فاطمة الشاذلية ولشيخنا الغرب الامجد ونحسد السادات رافع المهمات صاحب الولاء والمشي والاطلاعات بحر الورود والبركات عروس المملكة لسان الحضرات الحبيب النسيب الشريف برهان الملة والدين سيدي السيد ابراهيم الغرش الدزوي ولسيدي شرف الدين موسى بعمران الدين استحضار الشرنوبي سيدي بوليس غير سيدي برهان آل بيت الحافل الترقي والصبات والعاشر والسبع العلماء ومن أعمامنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد الله لهم منا الفاتحة.
الفاتحة لشيخنا وإمامنا وحامي حمانا وسيلتنا إلى الله تعالى سيدي فخر الدين الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني ولشيخنا وإمامنا وحامي حمانا مولانا الإمام الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني ولشيخنا وإمامنا وحامي حمانا وقائد رجلنا رب أرواحنا سيدنا مولانا الإمام الشيخ محمد الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني ولآل بيت وأطهار محبين جميعا شهد الله لهم من الفاتحة. اللهم اجعلنا اهلا للذكر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة. الله
الله مدد يا حبيب الله مدد يا نور عرش الله يا فضل طيبة يا محمد Yeah.
Yeah.
يملأ الأرض الحزين وعلى آل وصحب كلما هيد الشوما غريب من حزين أو جد الحال لصبر غصبا هيا 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 لمريح الحي Oh.
Yeah.
Allah, Allah.
Thank you.
يا الله يا عزم البطن بفاق
الحضرتين ومن فقام مجاع فضل تناديني فأبصر شاكرا في الحضرتين ومن فقام مجاع لا فالمناقب لا فالمناقب عزت عز بلادها ولذكر أمي وهب الأسماع لا فالمناقب حتى ترك بهادها ولذكر أمي لذكر أمي رب الأسماع Allah.
Thank you.
والأرض
الأملاك والروح يروح الفؤاد في نوح وإبراهيم موسى وآدم وعيسى وكل الأنبياء عليهم من الرحمن أعلى صلاته وبالآل والأصحاب على هدينا فدعوا عمر الفاروق من عز مصره وبالآدم الجرار من لا حد له وبالحسن يسمح بحسن ثناهما في حتى والعباس فالريح ولبنا وسائر أهل البيت من عم نورهم وأصحاب بدر والبغالي وبيعة الله وبالنافعين الباردين وسيرهم وبالكامل النعمان ثم بمالك وأحباب والقصر وسفيان وليثهم وبالأولياء الكاملين وسرهم تنلي قد بنى عن سواكم ومن هاب بالراح الحبيب وبه ومن ذاب جوفا او لخوفه ابتعاده ومن ومن الله حفظهم عين حبك فاهتدوا ومن رافعوا ثوب الحجاب وجاهدوا عبيد ولكن الملوك عبيدهم وهم ما له من فيضهم كل نفحة ولا سيما أستاذ كل مكمل يا ناب العينين ذكر الطريقة ونجلى بالمجد تسوني إمامنا هو الغضب إبراهيم كالذوحى غايب منبع أسحار العلا والولاية ومفتاح أخفى طرف بالغابات الله يا ربنا امنحنا به كاس حبه وفي تلك الغنى بكفوه السهيلة المكارم من سما قل لي وداد الموسويا وروني بوقي وأتباعي لأهل المعارف والهدى بأرباب عرفان جهوية تبقوا بأسرار تلبينية الله
سيدنا مولانا الإمام الحسن، سيدنا مولانا الإمام الحسين،
قال ثم السيد زينب غرة كل عنوان ابنهما سيد الإمام علي بن عابدين. قال أمهما فاطمة الزهراء وعن جدتهما السيدة خديجة الكبرى وعن السيدة عائشة أم المؤمنين وعن بقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبات الطاهرات. كل من آمن بالنبي واتبع شريعته في لله له من الفاتحة. اللهم صل على سيدنا الفاتحة لأربع ملائكة الله الموردين أربع خلفاء رسول الله الراشدين أربع أمتين أربع سيدات النساء أربع لسكة الأربع الأغطاب المدركين الكون سيدي أحمد الرقاع والبعي سيدي عبد الغادر جلال والبعي سيدي أحمد الودي والبعي سيدي إبراهيم القرس بسوط والبعي سيدي والحسن الشاذلي والبعي سيدي عبد السلام يسوس والبعي سيدي محمد بهرزين الصمدي والبعي سيدي محمد الخلود والبعي زاداتنا أموالينا سلمان الفارسي الحسن الحسن الغاطي معروف الزرغي الإمام الليث الإمام الجنيد الإمام البكيزي الحجين عبد التعجبان سيدي محمد عثمان المرغي المكيسي أحمد سيان سيدي محمد السمان طاوي حسن أبي البركات الجرجاء إسماعيل الفاضل والباقين من 124,000 من أهل الطرق الصوفي وآل الديوان جميعا في لله لهم من الفاتحة. خصوصا على السبع الحضرات النوراني راس الدغن والأقوات والأغصاب أغصاب الرؤوس أغصاب المشاهدة أغصاب الركبان أهل المرية والحجاب وكل من تطور في أطوار الرجولية رجال الظاهر والباطن سيدنا الخدر وأخيات عليهم السلام سائر السالكين والمسلكين كل من ظهر الشريعة وكل من بطن بالحقيقة أهل الصفاء والوفاء وكل من قال لا إله إلا الله وشهد بأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتداء الدين انتهائها في الله لو من الفاتحة. كل نبي ولي في الأرض وسط الطريق وجمع الأحباب كل من حضر وكل من قال يا سلام لك الشذى الحسن الشاذلي سيد عبد العزيز المكنى بأبي المجد سيدة السيدة فاطمة الشاذلية ولشيخنا الغب الأرجد والإمام الأوحد سيد السادات رافع المهمات صاحب الولاء والكشف والاطلاعات بحر الورود والبركات عروس المملكة ولسان الحضرات الحبيب النسيب الشريف ذات وصفات الصائم في مهدي وفي بعهدي وأسأل مشد المرسل الملب المريدين برهان الملة وفي سيدي إبراهيم الغرش التسوغي شغشر في موسى بالعمران وفي السحضر وشر ومسيد بوليس الغريب سيد برهان سيد جمال الدين سيد محمد السوغ محمود التسوغي آل البيت الحافية وشر غاضي والصنباطي والسبع العلم والعاشرية ولسائر ساداتنا البرهانية ومن أعمامنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في لله لو من الفاتحة. مولانا الإمام الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني مولانا الإمام الشيخ إبراهيم الإمام الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني
مولانا الإمام الشيخ محمد الإمام الشيخ إبراهيم الإمام الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني آل بيتهم وذرياتهم وأنصارهم ومحبيهم سائر ساداتنا البرهانية في مشارق الأرض ومغاربها في لله لهم منا الفاتحة. اللهم ارجع من دفن الله عليه من الأنبياء والمرسل وهنا فعلت أجمعنا تقبل منا تجعلوا عمل قال وصلي وجهه الكريم. اللهم أزدنا عنوان حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وغرمنا إليه زلفا. اللهم سهل لنا الأوراد ونبي الإراد. اللهم سهل لنا الأوراد ونبي الإراد. اللهم سهل لنا الأوراد ونبي الإراد. وارزقنا رضا مشيئتك علينا يا رب العالمين. فاتح يا شافي يا كافي مع كل الصغير من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعافنا يا سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا رب العالمين. أصحاب المؤمنين الشيخ محمد عثمان عبد البرهان الشيخ إبراهيم اللهم يجزيهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. مولانا الشيخ محمد الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبد البرهان اللهم اجعله راضيا عنا وعن إخواننا الطلبة في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. كل من سألنا وسألكم الفاتحة اللهم بلغ المغاصد فيما يرضيك يا رب العالمين بسر زواب الفاتحة. فنمسك إلى رب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح الاثنين شيخنا بالعين الرحمة السيد محمد عثمان عبد الرحمن مولانا الشيخ إبراهيم مولانا الشيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشرف الخلق سيدنا محمد. فاتح الصفا صنع اللهم طافينا وسامحنا وقلنا اجعلوا عملا خالصا لوجهك الكريم بسر ثواب الفاتحه.